صباح الخير عليكم في حلقة جديدة ومتجددة بالحب وبحب الوطن والحياة، دائما مع قناة 218 وبرنامج الصبح بمواضيع المتنوعة. ويا رب ديما أيامكم كلها أفراح وحب وتفاؤل، وخليكم ديما نظرتكم للحياة نظرة إيجابية، ونحاول نبتعد عن كل الأشياء السلبية. صباح الخير ربيع. صباح الخير يا علي، كيف حالك؟ الحمد لله. الأخبار نورة بالأحمر. الله يخليك يا رب، شكرا. وصباح يتجدد وشمس جديدة تشرق من جديد بنورها على كل مدن ليبيا، وسلامنا يتجدد أيضا على كل مواطنينا في ليبيا ومواطنينا في الدول العربية، وعلى كل أب وأم وكل طفل وكل أسرة المتأملة على ود وحب، ولكل من يتابع في قناة 218 وبرنامج الصبح اليوم يطل عليكم بنكهة منوعة وبفقرات أسرية اجتماعية وفنية. فقراتنا اليوم يا عبير متنوعة. أكيد ربيع، في فقرتنا الرئيسية اليوم حنتكلم عن موضوع الطلاق اللي تكلمنا عليه في حلقة سابقة، وموضوع جديد وشيق ومهم مع الأستاذة نوارة، وعن كيفية العناية بالبشرة في فصل الشتاء مع إخصائية الجلدية والتجميل حتكون معنا، ومع الكابتن محمد الصباغ. ولكل متابعين فقرة الرياضة حنختم دائما مع الفن، وما فيش أحلى طبعا أكيد من الفن مع فنان شاب ليبي من العاصمة طرابلس، حيكون معنا عبر الدي تي. ومثلنا كالعادة المثل الشعبي يقول يا عبير، اليد بروحها كمل انت ما تصفقش. اليد بروحها ما تصفقش يا عبير، نحن مش نعلقوا، لا، لكن قبلها خلينا نشوف رأي الناس في مثلنا اليوم. اليد بروحها ما تصفقش، يعني ما فيش حاجة تصير إلا تعاون الناس مع بعضها. يعني انا شخصيا مريت بالتجربه هذه، وهذا وقتها باش نحكي عليها، ان فعلا لما جينا نديروا، نحن نديروا في مهرجان اسمه هنا بنغازي، واكيد نسمع عليه ونحكى عليه. فعلا لو حد بروحه ما كانش حيعرف يدير المجهود اللي صار هذا كله. كنا كرو مع بعضنا، كنا فريق تيمورك، اشتغلنا صبح وليل وجرينا باش طلع هالشغل. يعني لما يكون الواحد بروحه مستحيل يقدر يدير حاجة. طبيعة المثل الشعبي يد وحدة ما تصفقش، إن الإنسان مهما كان عنده قدرات، مهما كان عنده مواهب، مهما كان هو يكون محتاج شخص يدعمه، يعني محتاج الدعم، يعني سواء من الأهل، سواء من صديق، سواء من زي ما تقول، إن هو لازم يكون في تعاون في كل شيء، لازم تحتاج يد التعاون في كل شيء. يد الوحدة ما تصفقش، طبعا المثل هذا ينطبق علي. أنا ما لقيت الشخص اللي يدعمني أو أشخاص كانوا أصحابي وهلي، ومن خلال دعمهم وحاولت إني نطور في روحي أكثر وأكثر، وصلت لتحقوا فيه رسوماتي. وطبعا أشكر كل شخص دعمني، وطبعا نتيجة دعمهم لي هذه الأعمال اللي تشوفوا فيها عملي. شفنا الاستطلاع، وطبعا اليد بروحها ما تصفقش هو مثل عام يعني معروف عند كل الدول العربية، لكن حبينا احنا نديرو في حلقة اليوم ربيع لأنه مرتبط بالحالة اللي تمر بها أكيد ليبيا، لأن اليد بروحها ما تصفقش طبعا. وهذا المثل احنا محتاجينه هلبة في وقتنا الحالي في ليبيا، خاصة بأن الأوضاع للأسف يا ربيع بدأت تسوء أكثر وأكثر، ولازم احنا نحط هذا المثل قدام عيوننا وننسوا كل اللي فات، وتكون إيدنا ونكونوا متحدين. طبعا مثلنا يا عبير هذا عليش نحن من واجبنا أن نحن نتحدوا، من ضروري ان يكون يدنا في يد بعضنا وقلبنا واحد، وتكون مصلحتنا مصلحه واحده، ومصلحتنا هي الوطن وليبيا وامانها. أكيد. وامنها ونبوها ان نبنوها من جديد ليبيا، طبعا بسواعد شبابها وباطفالها وبنسائها، ويد واحده ما تصفقش. لان فعلا يا عبير كيف ما علقوا، طبعا نشكروا ما ننسوش نشكروا مراسليننا منال ورواد على هذا التقليد مدينه بنغازي.
يد بروحها ما تصفقش، حتى معنى المثل جميل، يعني معناه المشاركة والتعاون، لأنك بالتعاون تقدر تدير عدة أشياء، بس بروحك ما تقدر تدير شيء. هذا الانقسام اللي سير توا الآن في البلاد، هذا هو اللي نحن محتاجين يد واحدة ما تصفقش، لأن نحن كل المدن الليبية تكاتف ونحط يدينا في يدين بعضنا، وتكون مصلحتنا الأمن والأمان والاستقرار في ليبيا، ويكون مستقبل أطفالنا إن شاء الله مليء بالسعادة ومليء بالفرح إن شاء الله وبالود يا عبير. إن شاء الله. لدينا خبر ربيع يقول: أطلقت جمعية الهلال الأحمر في مدينة درنا حملة لجمع الملابس والحاجيات الشتوية لتوزيعها على المحتاجين، وفتحت مقرها المقبل لميناء درنا في الساعات الصباح والمساء لاستقبال هذه الحاجيات. خلونا عبر الهاتف نستقبل اتصال بالإعلامي عبد العزيز الحصادي، حيكون معنا بعد قليل. معنا عبد العزيز، صباح الخير. ممكن شوي اخرى يجهز الاتصال مع الاعلامي عبد العزيز. هذه الحمله طبعا اقيمت في مدينه درنا يا عبير لجمع وتبرع الملابس الشتويه للناس اللي محتاجه. فعل الخير يعتبر فعل الخير من اجمل الافعال، يعني الفعل الخير هو اللي يقعد لك حتى بعد وفاتك، يعني فتحيه ليهم اكيد على كل مجهوداتهم. صحيح، وخاصه مدينه درنا يعني ما تعاني. شوفي انت الشباب يعني المعاناه والضغط اللي عايشين فيها المدينه، في حملات انسانيه وحملات توعويه للشباب وحملات خيريه للاسر، يعني حلو. يعني جمع الملابس الشتويه للناس المحتاجه وحتى الاسر النازحه. نعم اكيد، وطبعا حتى في تفاعل على عبر صفحتهم في الفيسبوك، يعني في تفاعل من الناس واجد، يعني تبرعوا بملابس شتويه للناس النازحه يعني خارج حتى مدينه درنا، يعني مش داخل مدينه درنا بس، في عده جمعيات يعني خيريه وعدد من مؤسسات المجتمع المدني كلها تقوم على فعل هذه الانشطه اللي هي تقدم المساعده للاسر النازحه. نعم. والمحتاجه زي ما قلت. ايوه، وايضا حتى جمعيه شمعه الحياه، شمعه الحياه كانت معنا مره مداخله طبعا الأستاذة عائشة، يعني حتى هم في تعاون بينهم، يعني في كل الجمعيات الخيرية اللي تساعد في الناس المحتاجة. والاتصال نعم. جاهز يا ربيع، ونقولوا ألو صباح الخير. صباح النور مرحبتين. كيف حالك أستاذ، شخبارك؟ الحمد لله مرحبتين بك يا عبير. الله يخليك يا رب. صباحكم طيب إن شاء الله. صباح الخير زميلنا عبد العزيز الحصادي من مدينه درنا. عبد العزيز، اول شيء نشكرك على هذه البادره الطيبه، يعني في هذه الحمله اللي قمت بها في مدينه درنا لجمع الملابس الشتويه. احكي لنا على هذه الحمله وشن اهدافها، تفضل. بارك الله فيك استاذ ربيع والله عبير. عندنا الشكر موصول للجمعيه الهلال الاحمر وكل الاخوه المتطوعين في مدينه درنا الحبيبه. حقيقة أعلن جمعية الهلال الأحمر ليبي درنا عن انطلاق حملتها يوم 5 يناير 2016. نعم. الخاصة بجمع الملابس والحاجيات الشتوية المتمثلة في الأغطية والبطاطين وتسليمها لمن يحتاجها. نعم. في ظل نعم. يعني غلاء الأسعار والظروف الصعبة. الحملة انطلقت فعليا أستاذ ربيع وأبله عبير يوم 6/1/2016 تحت اسم فتش دولابك وفرح أحبابك. نعم. إشارة إلى الملابس القديمة التي تزيد عن حاجة الناس وتكون موجودة دون استخدام داخل خزائنهم. أيضا كما فتحت الجمعية مقرها الكائن مقابل ميناء درنا البحري من الساعة 10 صباحا حتى 1 ظهرا، وفي المساء من الساعة 5 حتى 8 مساء. أيضا ذكرت الجمعية أن طريقة توزيع هذه الملابس والحاجيات ستكون مفاجئة للجميع، ولم تعلن عن ذلك إلى هذه اللحظة. نعم. وطبعا الجمعية قامت بعقد اجتماع مع جمعية ضباط البيوت بمدينة درنا، وانطلق طريق مشترك من الجمعيتين إلى عدد من المؤسسات التعليمية بالمدينة في إطار الحملة الإعلانية الخاصة بحملة فتش دولابك وفرح أحبابك. واجتمعت أيضا مع الجمعية، الجمعية اجتمعت مع الرابطة النسائية ليبيا، ناقشت فيه العوائق المتعلقة بالحملة وإيجاد الحلول لها. أيضا حصريا نعم أستاذ عبد العزيز، نعم أكدوا لي بأن ابتداء من اليوم إن شاء الله السبت يتم تجهيز المقر الخاص بالمعرض وتنسيق الملابس فيه. تفضل يا أبو عبد. نعم. أنت تكلمت عن الصعوبات والمشاكل اللي تطرقتوا لها في الاجتماع، أعطينا فكرة عن هذه الصعوبات. حقيقة أتكلم بصفة إعلامي من مدينة درنا وأنقل ما يقوم به شباب الهلال الأحمر في المدينة. نعم. لم يتطرقوا إلى صعوبات حقيقة في هذه المسألة، هناك ترحيل
عام من مدينة درنة لأي مبادرة من هذا النوع وجميع المبادرات التي تقام تطوعيا. إلى الآن الجمعية يعني تمر بطريق سلس وطريق جيد ومبشر في نجاح هذا المشروع، مشروع حملة الملابس هذه والفرش الشتوية، ولم تظهر أي صعوبات. نعم بزميلنا عبد العزيز، يعني فتش دولابك وفرح احبابك، يعني الاسم هذا يعني حسيته يعني وارد عندنا في منطقتنا غادي في الشرق، يعني بس ما فيش ناس يتحسوا مثلا ان من تبرعات هذه الملابس الشتويه مثلا المستعمله. نعم يا ريت عندي نقطه الاخيره. قلت لك على في ناس، يعني انت عارف يعني المواطن الليبي نفسه عزيزه شويه، يعني انت عارف ايه بعد التبرعات ما فيش ناس مثلا ترفض ان مثلا تاخذ الملابس المستعمله. هي 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 طبعا الجمعيه اكدت بان لن يقتصر التبرع على الملابس القديمه فقط، بل ايضا الملابس الجديده. نعم انا اظن بان الجمعيه ستقوم بفتح معرض، وهذا ما ورد الان، معرض مفتوح يقوم بالدخول اليه الشخص المحتاج لهذه الملابس دون التعرض باشخاص او مواجهه اشخاص ومقابلتهم. وهذا اللي نقصته، وهذا اللي نقصته يا عبد العزيز، يعني انت عارف بعد مثلا تقدم شيء مستعمل لمواطن يتحسس شوي، يعني عرفت؟ لذلك الفترة الماضية قامت إحدى الجمعيات في مدينة درنة على ما أظن بفتح معرض للملابس مجانا، وكانت الملابس جديدة ومستعملة، وأيضا أظن هذه الفكرة أيضا مستمرة في هذه الطريقة التي ستكون بإذن الله. نعم أستاذ عبد العزيز، هل عندكم مخططات لمواصلة هذه أو هذا النوع من الحملات بعد هذه الحملة إن شاء الله؟ والله طبعا زي ما قلت لك اتكلم بصفه اعلاميه بعيده عن مساله الهلال الاحمر، لست عضو في الهلال الاحمر الليبي. نعم انقل ما لديهم في هذا النطاق، ولكن اظن ان جمعيه الهلال الاحمر دائما مستمره بالمبادرات. نعم لا تمر مبادره الا وتجد مبادره اخرى. نعم باستاذ عبد العزيز، يعني بصفتك كاعلامي وكمتحدث يعني باسم هذه الجمعيه، هل في تعاون في جمعيات مثلا في عديد من مدن ليبيا، في جمعيات في العاصمه طرابلس، في عديد من مدن في الجنوب، في عديد من الجمعيات، هل في تعاون بينكم؟ زي ما قلت لك ما زال نقطة السؤال الموجهة، طبعا أنت حضرتك توجه لي بصفة عالمية، ولكن عن طريق الهلال الأحمر وما لديهم. حقيقة جمعية الهلال الأحمر وجميع الجمعيات في مدينة درنة متعاونة مع جميع الجمعيات، من بينها ما ذكرت الآن لكم الرابطة النسائية ليبيا، هي رابطة نسائية لبلادنا الحبيبة ليبيا. أيضا ظهر هذا التعاون في مهرجانات سابقة كمهرجان الطفل الذي نجح، والمهرجانات التي مرت في مدينة درنة، يعني حتى لو لم يكن هناك تعاون أو اتصال مباشر، ولكن هناك زي ما نقولوا يد واحدة، شعور واحد، اهتمام واحد، وزي ما نقولوا تقابل وتواجد واتصال وتواصل مستمر. نعم. شكرا لك أستاذ عبد العزيز الحصادي الإعلامي، أكيد كل الشكر لك، وموفقين دائما، وإن شاء الله دائما هل روح الحب والانتماء تظل موجودة إن شاء الله. شكرا لك زميلنا عبد العزيز الحصادي من مدينة درنة، ونشكركم على موجوداتكم في هذه الجمعية لطبعا تبرعات أفتح دولابك وفتش وفرح أحبابك. طبعا في عندنا خبر للأستاذ أحمد إبراهيم المرج، قام بمسرحية الناقوس في مهرجان الهيئة العربية للمسرح بالكويت. طبعا حبينا أن يكون معنا اتصال، لكن للأسف زملائنا في الكنترول ما حصلوش، وإن شاء الله حنتابعه طبعا أخباره، يعني إن شاء الله مستقبلا في البرنامج الصبح قريب. بالضبط. ربيع، كيف مسمعنا أمس كانت أغنية برنامجنا للفنان محمد حسن، كانت أغنية رائعة بصراحة، صراحة زي العادة دائما أغانيه رائعة، وأكيد نعم يا عبير، نعم العودة للعملاق الأغنية الليبية محمد حسن بصراحة فرحة جمهورة لكل ليبيا وخارج ليبيا، وهي من أغنية يعني قد الشوق، فعلا الشوق مشتاقين لصوته الرائع والمميز. خلونا يا عبير شوفوا هذا التقرير، طبعا أعدته زميلتنا خلود الزوي وأيمن السراري، شوفوا نرجع. Let's
بعد غياب 5 سنوات ها قد عاد إلينا عملاق الأغنية الليبية المبدع الكبير محمد حسن في أغنية قد الشوق اللي في الدنيا مشتاقين من كلمات الشاعر محمد الميمة، وما أن نزلت الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لاقت انتشارا واسعا ونجاحا كبيرا، كما عودنا الفنان محمد حسن بألحانه الليبية وروايع أغانيه، فما أن يغني أغنية ويلحن كلماتها تجد أغانيه تحتل الصدارة في قلوب محبيه الليبيين والعرب، وتجد أغانيه في أغلب أنحاء العالم، وكأنه رمز لهذا الوطن الجريح، ويبقى الفن والإبداع خالدا مهما غاب مبدعوه. عودة العملاق الأغنية الليبية الفنان القدير أكيد محمد حسن بصوته الرائع وبإحساسه الرائع وباختياره لكلمات الرائع بعد غياب 5 سنوات، يعني رايفوا عليه جمهوره داخل ليبيا، كنا رايفنا عليه بصراحة، يظل رمز للأغنية الليبية والعربية، وخاصة مع استخدام الموسيقى الليبية الأصيلة والتراث الليبي، شيء جميل إحنا نرجع ونسمعه أكيد. كل ما تلاحظي يا عبير أي أغنية للأستاذ القدير أكيد الفنان محمد حسن تكون راسخة في راسك وتحفظيها بسرعة وتنسجمي معها الليل، تقاصة حبيبي حبيبي وتجرح في عديد من الأعمال وطلطة، يظل أكيد رمز الفن الليبي. نأخذ أحوال الطقس مشاهدينا لمعظم مدن ليبيا ونرجع. بعد الفاصل، العناية بالبشرة في فصل الشتاء ضرورية لأن البشرة أكثر حساسية وبالتالي تصبح أكثر عرضة للتلوث والتأثير بتغيير الفصول. وموقعنا نذكركم طبعا مشاهدين على موقعنا على الإنترنت، يمكنكم المراسلة البرنامج الصبح كل مواضيعكم وكل من تحبوا تطرحوا في برنامجنا حنطرحوه إن شاء الله عبر البريد الإلكتروني. طبعا كل متابعين برنامج الصبح @218tv.net. خليكم معنا بعد الفاصل مع الأخصائية الجلدية والتجميل فريدة الدكتورة فريدة طنوس. خليكم معنا. الاهتمام بالبشرة شتاء يبقى مطلبا أساسيا ورئيسيا عند كل النساء بهدف المحافظة على نظرتها وجمالها، لا سيما في ظل وجود عوامل عديدة تساهم في فقدان رطوبتها وأحيانا تظهر شاحبة وبدون حيوية. هنعرف أكثر عن هذا الموضوع مع دكتورة الجلدية والتجميل الجلد والمعالجة بالليزر الدكتورة فريدة طنوس، لكن خلينا نشوف التقرير ونرجع. اللي حتى
الطلاق كلمة من أصعب الكلمات التي يعاني منها أي مجتمع، كلمة مؤلمة لأنها تمثل نهاية علاقة بين شخصين، وهي بداية تحول كبير في حياة أشخاص يمثلون ناتج علاقة هذين الشخصين. هذا التحول قد يكون فيه تحولات سلبية على مستقبل بقية الأطراف وخاصة الأبناء. كما أن يعد فصل الشتاء من أكثر الفصول المضرة بالبشرة بسبب الطقس البارد والجاف الذي يؤدي إلى جفاف البشرة وتشققها، على الرغم من استخدام الكريمات المرطبة للبشرة. ومن أكثر الأمور التي تجعل البشرة جافة ومتشققة هي هواء الشتاء البارد والتدفئة الداخلية الشتوية. كما يعاني اليدان والأصابع في فصل الشتاء بسبب تلامسهما المستمر مع الماء والهواء، لذا فإنه يجب استخدام كريم ليحمي اليدين والأصابع من الطقس الجاف والبارد في الشتاء. وغالبا ما يتسبب الشتاء في خمول الجسم وعدم الرغبة في بذل المزيد من الأنشطة البدنية أو الحركية، بالإضافة إلى زيادة الرغبة في تناول الأطعمة الدسمة المنتجة للحرارة والطاقة للحصول على الدفء، الأمر الذي يكسب الجسم سعرات حرارية عالية ويتسبب في زيادة الوزن بشكل غير مرغوب فيه. وفي الشتاء يزداد تشقق الشفاه، فيجب الحرص على ترطيبها بزبدة كاكاو أو زيت الزيتون يوميا قبل النوم لتنعمي بشفاه ناعمة وطرية طوال اليوم. بالإضافة أن قشرة الشعر تزيد عن فصل الصيف وتؤرق العديد، خاصة لأنها تتساقط على الأكتاف والملابس وتؤرق المنظر العام. مشاكل فصل الشتاء كثيرة وتفوق الفصول الأخرى، ولكن حلولها متوفرة وسهلة وبأسعار مناسبة للجميع لمن يرغب في الاهتمام بمظهره. طبعا نرحب بالدكتورة الجلدية والتجميل فريدة طنوس في هذا الصباح، نورتينا في برنامج الصبح. ونحتضر بس على التقرير، يعني صارت في لخبطة شوية بس زبطت. أهلا وسهلا، صباح الخير لكم دكتورة. في البداية نعرف نحن في فصل الشتاء، فصل يتميز بالجفاف والطقس البارد. مزبوط. شو البشرة شنو يصير لها في هذا الفصل بالتحديد؟ هلا البشرة دائما فيها نسبة رطوبة عالية، والرطوبة تعتبر خط الدفاع الأول للجلد، يعني لما يكون الجلد رطب بيكون عادة الجلد قوي، بتحمل عوامل الطقس وبتحمل المؤثرات اللي حواليه. نعم. إذا في أي مس عوامل ممكن تحفزه لأمراض معينة بيكون قوي. لكن الجلد إذا جف، صار في جفاف والرطوبة هاي فقدناها، بصير جلد ضعيف وقابل انه يصير له بسهولة، يعني نستفزه زي ما بيقولوا، عشان يصير في تحفيز للأمراض للناس اللي عندها قابلية للأمراض، او يصير في جفاف شديد ممكن يؤدي كمان لحكة للناس اللي حتى ما عندها قابلية للأمراض. نعم. فهو تكلمتي على الأمراض، هل في أمراض معينة تزيد في فصل الشتاء؟ اكيد طبعا في كتير أمراض يعني بتتركز اصلا في فصل الشتاء. نعم. كتير من الناس اللي بيعانوا من أمراض مثل الأكزيما، اهم أمراض اللي هو الأكزيما أصلاً، يعني علامة من علاماته هو جفاف الجلد. وجفاف الجلد عادةً بيكون بشكل عام في كل جزء من أجزاء الجسم، في الجسم، في الأطراف، في الإيدين، في القدمين زي ما ذكر بالتقرير. نعم. حتى في الوجه وحتى في الشعر كمان. نعم. على أطراف الشعر. هلأ في أمراض تانية مثل الأكزيما الدهنية. نعم. اللي هي إفرازات زيادة بالدهون في جلدة الرأس، وهي بتؤدي لحكة في الرأس ووجود قشرة في الرأس، كمان هاي بتزيد بفصل الشتاء. هذه نقطة مهمة دكتورة فريدة أنت ذكرتيها، يعني قشرة الرأس يعني الذي تصيب الأشخاص في فصل الشتاء، ويكون في جفاف حول الفم ويكون على الجبين. هو هذا جزء من مرض الأكزيما الدهنية. نعم. اللي عادة بتزيد بفصل الشتاء وممكن تروح أو تخف كتير بفصل الصيف. نعم. بتكون على شكل زيادة في إفرازات الدهون حول بصيلات الشعر، وعادة بتكون على شكل قشور مع حكة، بتكون في الرأس نفسه، ممكن تكون في الحواجب، ممكن تكون حول الأنف، زوايا الأنف، ممكن تكون بالذقن عند الشباب، وحول على الشفة، يعني تكون حتى على الفم. لا، جفاف
في الشفة ربيع شيء ثاني. نعم. جزء آخر جزء من الجفاف. بيختلف على الجفاف. نعم. نعم مش جزء من الأكزيما الدهنية. نعم. هذيك بتظهر زي ما قلنا ممكن على الشوارب على الدقن عند الشباب وحولين الأذن مرات داخل الأذن عند صبايا والشباب. يعني هي توضيح يعني ممكن اللي يصنف جفاف الفم حتى هو يعني يشمل يعني جفاف البشرة. هو جفاف الفم جزء من جفاف الجسم. نعم. اللي بيكون ناتج عن زي ما ذكرنا في تقرير الهواء اللي بيصير في فصل الشتاء الهواء البارد الخالي من الرطوبة. كمان ممكن يؤدي وجود التدفئة في المنازل. التدفئة إذا عملت بدون هيوميديفاير يعني ما في عامل رطوبة جوا جوا الجو في البيت كمان بيؤدي إلى جفاف الجلد. التغير في درجات الحرارة إذا انتقلنا من الداخل للخارج وبالعكس كمان بيأثر سلبيا على الجلد وبيؤدي إلى الجفاف. وجفاف بالفم بالذات كما ذكرت سببه الحمضيات كمان اللي بنشربها بفصل الشتاء. يعني صحيح. كتير من الحمضيات مثلا إذا نشرب كتير عصير برتقال وليمون كمان هذا مع للشفاه ممكن يؤدي الى شويه اريتيشن او احمرار مع شويه نشفاه. نعم. هل هذا جفاف يصيب كل انواع البشره؟ هلا هو اكثر عرضه هو عاده بيصيب جميع البشره لكن بيظهر اكثر اعراضه عند الناس اللي عندها قابليه. نعم. وعاده القابليه بتكون قابليه وراثيه. يعني اذا الوالد والوالده عندهم قابليه للاكزيما وللنشفان الاطفال اكيد رح يطلع عندهم كمان قابليه. نعم. فاللي عارف حاله وعنده قابليه لازم يكثر من استعمال المرطبات. نعم. كريمات عاده بتصيب الجميع يعني كلنا بشرتنا يعني بدون استثناء أكيد. بالشتاء اجف من. نعم. يعني جاف اكثر من بشرتنا في فصل الصيف. تو بعض المرضى اللي يعانون من جفاف البشره يلتجئوا مثلا للكريمات المرطبه وكذا. مزبوط. امتى الشخص يلتجا للطبيب يعني امتى يجي للدكتوره فريد؟ مزبوط. بيلتجا للطبيب عاده لما يصير في اعراض خارجه عن. نعم. سيطرته وعاده هاي بتكون اما على شكل حكه لانه جفاف الجلد الشديد بيؤدي الى حكه في الجلد يعني الجلد الناشف بحك. فالشخص لما يبدا يحك ببلش فيه يرتفع ماده الهستامين اللي احنا بنسميها داخل الجلد وهي تؤدي الى كمان زياده في شعوره بالحكه فهي بتدخل في زي حلقه مفرغه من الحكه المستمره اللي بتضايق الشخص. صحيح. بالاضافه الى احمرار طفح جلدي على شكل احمرار. هذا الطفح ممكن يكون بروح وبيجي او بيستمر في منطقه معينه وممكن يؤدي الى قشور كمان في الجلد. فاحمرار طفح جلدي وقشور ممكن تؤدي كمان الى التهاب بالجلد. فأكيد هو لما يشوف إشي غير طبيعي على جلده رح يلجأ للطبيب. صح. طيب دكتورة بالنسبة لكبار السن يعني اللي في عمر متقدم بشرتهم تصبح أكثر جفاف. مضبوط. كيف يعني كيف يقللوا من هذا الجفاف؟ هلا هو جفاف بزيد كل ما تقدمنا بالعمر أكيد. لأنه نشاط الغدد الدهنية الطبيعية الموجودة بالجلد. صح. تضعف مع السنين. فنفس الأشخاص اللي كانوا يقول لك قبل كم من سنة أنا أموري كانت منيحة وما كنت أحتاج لكثير مرطبات بعد كم من سنة عم بكبروا خفت إفرازات الدهون وبالتالي صار الجلد اكثر معرض للجفاف. نعم. فكل ما كبرنا كل ما زاد الجفاف. الكبار السن بيكون مرات الجفاف ناتج عن العمر او الى وجود امراض مزمنه. في مرات كثير كبار السن بيكونوا بيعانوا من امراض اخرى مثل السكري مثل الضغط ممكن امراض اخرى وبتناولوا ادويه العلاجيه لهي الامراض وبعض. نعم. انواع الادويه بتؤدي اصلا الى جفاف الجلد فهي المشكله قائمه. نعم. وبوجود الادويه والامراض المحفزه اللي بتزيد من المشكله يمكن تظهر وتتفاقم اكثر عند كبار. نعم. السن. انت كدكتورة تجميل وجلدية شنو النصائح اللي بعد تزورك المريضة او المريض يعني سواء رجل او مرأة توجهين له بخصوص بوجه انها تهتم بجلدها لانه. نعم. الجلد يعني بفكر يعني الناس ما بتعطي كثير اهتمام اهميه مع انه اكبر عضو من اعضاء جسم الانسان. نعم. وهو الغلاف اللي بيغلف الجسم فاذا كان يعني الغلاف سليم بيكون الجسم من جوا سليم. كثير مهم الاهتمام اهم شيء الاهتمام نهتم بالمشكله حتى من بداياتها او حتى ندركها قبل ما تحدث يعني احنا. نعم. عارفين انه بالشتاء رح كلنا بشرتنا جف نستعمل مرطبات نكثر من استعمال مرطبات اذا عارفين عندنا قابليه. وفي اللي يقول لك دكتوره فريده مثلا شراب الماء بكميه هلا يعني في دراسات مختلفه. نعم. في دراسات تؤكد وفي دراسات تنفي اهميه شرب كميه كافيه من الماء ونسبه تاثيرها على رطوبه الجلد. نعم. صراحه مش كل الدراسات بتاكد هذا الحكي اكيد طبعا شرب الماء الكافي مهم للجسم كله. نعم. كله كامل. صحيح. لانه نظام متكامل فاحنا لازم نشرب تقريبا لترين من الماء يوميا وعاده بالشتاء الناس لانه الدنيا بعد ما بيشربوا كثير
بالصيف بيشربوا اكثر. فشرب الماء مهم جدا اكيد للجسم، لكن تاثيره على الجلد لسه عليه يعني تساؤل. لكن المهم اكثر للجلد هو الرطوبه الخارجيه اللي هي بدهن الكريمات المرطبه الطبيه الخاليه من العطور. هذا سؤالي لك دكتوره، هل صحيح من ضمن اسباب جفاف البشره استخدام اللوشن والكريمات المعطره؟ اكيد الكريمات المعطره بتحفز بتحفز الاكزيما او التهيج اللي بيصير بالجلد والاحمرار، فاحنا بنفضل تكون كريمات طبيه خاليه من العطور للبشره الحساسه، وهي موجوده بكثره بالصيدليات اكثر. مش محلات التجميل، مش محلات العطور والتجميل. محلات العطور والتجميل اكيد فيها اشياء مختلفه، لكن عند وجود الشخص اللي عنده مشكله بفضل يلجأ للصيدليه وياخذ كريم طبي مرطب خالي من العطور وخالي من اي مواد حافظه. دكتورة فريدة، الناس اللي تعاني من جفاف البشرة ويلجؤوا للتقشير البشرة مثلا بكريمات معينة، من التقشير مثلا كريمة البحر الميت، في عديد من الكريمات اللي تقشير للطبقة العالية للبشرة. هلا تقشير للبشرة الجافة ممكن يؤدي لتهيجها بزيادة واحمرارها. هذا هم الأسلوب الغلط اللي بالذات إذا صار بدون استشارة الطبيب. هلا في كثير من الناس اللي عندهم جفاف مستمر ومتواصل صيفا وشتاء، في كل الفصول احنا بنبدأ للتقشير لعلاج هذه المشكلة، لكن تحت إشراف طبي بطريقة معينة حتى نقيم كل الطبقة الناشفة والجافة ونحفز إنتاج طبقة جديدة صحية من الجلد. لكن إنها تلجأ الشخص يعني سواء الصبية أو الشاب لتقشير من ذاتهم من راسهم، يجيبوا أي كريمات مقشرة، هذا ممكن يأخذوا من سوبر ماركت من محل عطور، يعني بالذات إذا في جفاف وتهيج هاي المشكلة رح تزيد كبير وممكن يؤدي إلى حرق بالجلد. فأكيد بدون استشارة طبيب هاي الأمور ما بننصح فيها. أكثر الحالات اللي يعني تزورك في عيادتك وسببها طبعا جفاف البشرة، شنو هي أكثر الحالات؟ أكثر حالات هي الأكزيما الطفولية اللي بتصير عند الأطفال أكثر في فصل الشتاء، بتصير عندهم تهيج أكثر في الجلد وأحمرار عند الأطفال الصغار بالذات بسبب لبس الصوف. هلا بتعرف مع البرد كلنا بنلبس مرات ننتقل باللبس، وممكن نلبس صوف، ممكن نستعمل مرات نايلون مثلا بالكولونات، فهي كلها مواد مش قطنيه ممكن تؤدي كمان لتهيج الجلد. فبنشوف هاي كثير حالات بفصل الشتاء من نتيجه اللبس والحرامات والصوف، فكلها بتؤدي لجفاف بالبشره وتهيجها. فبننصح عاده باستخدام الملابس القطنيه واي شيء لامس الجلد يكون قطن 100%. نعم، الجلد ايضا يشمل جلده الراس، يعني اكيد فصل الشتاء الناس اللي تعرض للقشره الرأس. شنو العلاج دكتورة فريدة؟ لازم شامبو طبي. ما بنفع الشامبو العادي من السوبر ماركت، لازم نستعمل شامبو طبي من الصيدلية. طبعا في انواع كثير من الشامبوهات الطبية تحتوي على مواد كيماوية كثير علاجية، طبعا مواد علاجية مثل التار، مثل مواد مضادة للفطريات، لأنه جزء من الأكزيما الدهنية اللي حكينا عنها ببداية الحلقة بالأكزيما الدهنية يرافقها نمو فطريات بالرأس، فكمان الشامبوهات هاي فيها مواد مضادة للفطريات ومواد اخرى مقشره مثل الساليسيليك اسيد، مثل بعض المواد العلميه العلاجيه اللي بتعالج القشور والحكه وبتقضي على الفطريات. فيفضل اللجوء للطبيب لاختيار الشامبو المناسب، لانه مش كل شامبو بيضبط على صاحبي رح يضبط علي، فكل واحد حسب حالته، حسب درجه الاحمرار، درجه افراز الدهون. فيفضل اللي عنده مشكله بهذا الوضع يلجا لشامبو طبي مش شامبو. دكتوره فريده، اخر نصيحه لكل السيدات اللي يشوفوا فينا الان باش يحافظوا على بشرتهم في فصل الشتاء؟ اكيد كثير مهم انه نستعمل زي ما ذكرنا مواد مرطبه، نستعمل مواد مرطبه زي ما حكيت قبل شوي طبيه من الصيدليه. طبعا كل صبيه اللي بيناسب نوع جلدها ونوع بشرتها، في اصلا بشرات مختلطه، في بشرات اصلا جافه، في بشرات يعني اصلا دهنيه، فكل نوع بشره لها الكريم الخاص فيها. وبدي كمان اكد على نقطه هون كثير مهمه اللي هي واقي الشمس اللي بنسوق فصل الشتاء. الصبايا عاده بركزوا عليه فصل الصيف لما يروحوا يسبحوا ويتعرضوا للشمس، وبنسوا بفصل الشتاء استخدام الواقي، وكمان كثير مهم لانه برضه اشعه الشمس الضاره موجوده بفصل الشتاء. دكتوره التجميل والجلديه فريده طنوس، اكيد شرفتيني بحضورك وباطلالتك الجميله هذه، وان شاء الله حتكوني معنا في الحلقات القادمه من برنامج الصبح، ونتطرق لمواضيع التجميل سواء المواضيع الايجابيه او السلبيه ان شاء الله. اكيد معك دكتوره فريده. شكرا لك، افدتينا اكيد وافدتي كل الناس، شكرا لك. شكرا لك. تخطي محنة الطلاق ووضع أهداف لمرحلة جديدة ما بعد الطلاق، موضوع كلمنا فيه
في الحلقات السابقة ولأهميتها حنناقشوا أكثر الطلاق بعد الفاصل. ويمكنكم أكيد متابعة برنامجنا الصبح على بريدنا الإلكتروني الصبح @218tv.net/. رسم معالم الحياة بعد الطلاق أمر مهم جدا للمرأة والرجل يكمل حياتهما كل منهم بدون ذكرى تجربة ربما كانت أليمة. حتكون معنا المحامية سويلمة بوكر عبر ADTL، لكن خلونا نشوف هذا الاستطلاع. الطلاق كلمة من أصعب الكلمات التي يعاني منها أي مجتمع، كلمة مؤلمة لأنها تمثل نهاية علاقة بين شخصين، وهي بداية تحول كبير في حياة أشخاص يمثلون ناتج علاقة هذين الشخصين. هذا التحول قد يكون فيه تحولات سلبية على مستقبل بقية الأطراف وخاصة الأبناء، كما أن معظم حالات الطلاق تحدث بسبب ضعف تأهيل الشاب أو الشابة إلى مرحلة الزواج، وهذا الضعف تعود أسبابه إلى عدم إدراك الطرفين أو إحداهما بمرحلة الزواج وأهميتها وطبيعة المرحلة الزوجية. فإن حالة الزواج في السنوات الأولى تكون معرضة للفشل وبنسبة كبيرة لأدنى وأتفه الأسباب، ويعود ذلك لقلة خبرة الزوجين بهذه المرحلة وعدم قدرة فهم الزوجين أو إحداهما لهذه المرحلة. مرحلة الزواج تختلف اختلافا كليا عن كل المراحل الحياتية السابقة، فيجب على الطرفين فهم هذه المرحلة خاصة للذين يبحثون عن الاستقرار. بعد ما شفنا هذا التقرير عن موضوع الطلاق، لتكملة أكيد الموضوع معنا المحامية الحقوقية سويلمة بوكر من العاصمة الحبيبة طرابلس. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بكل الإخوة المشاهدين. الله يخليك. الله يسلمك. أول شيء نحتضروا منك الحلقة الماضية ما قدرناش نتواصلوا معاكي ونكملوا باقي الحديث في هذا الموضوع المهم، موضوع الطلاق. أستاذة سويلمة، احكي لنا استاذة سويلمة لتكملة الموضوع الماضي، هو موضوع الطلاق، احكي لنا على أسباب الطلاق في ليبيا السنوات الأخيرة، تم يعني وصار بازدياد. نعم، أولا نقول بأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مثل هذه الأمور، أمور الزواج، هي من الأساسيات المهمة جدا لاستقرار المجتمع ولأيضا ولاستمراره، حيث بالزواج يستمر الجنس البشري في التوارد وفي التواجد. طبعا إذا كان في حالة، طبعا إذا كان في زواج مستقر وآمن ومحدد الشروط والأهداف، طبعا سوف يكون هناك استقرار في المجتمع ناتج عن استقرار في داخل الأسرة أو في داخل المجتمع نفسه، وبذلك ينشأ مجتمع مستقر وهادئ وخالي إلى حد كبير من المشاكل. ولكن عندما يكون هناك اضطراب، سوف تكون هناك حالات زعزعة وهدم في الأسرة، وهذه الحالات سوف تؤثر كثيرا في المجتمع بشكل كبير، مثل حالات الطلاق أو مثلا حالات وجود علاقة زوجية ولكن هناك علاقة توثر كبيرة جدا فيما بين الطرفي، العلاقة الزوج والزوجة. نعم. فمثلا هناك بعض حالات
فيها امتهان للمرأة أو فيها امتهان للرجل. في هذه الحالة ينشأ الأبناء وهم في حالة نفسية وظروف نفسية صعبة جدا، ينشأ عنها بعض الأمراض النفسية، يواجهون المجتمع بكل نقمة وبكل شراسة لأنهم فقدوا الحب والحنان والعطف والدفء الداخلي داخل الأسرة. نعم. لذلك سيتولد لديهم انتقام للمجتمع. نعم. أستاذ سويل، ما لماذا يحصل أو تحصل مشاكل خاصة في السنتين الأولى يعني من الزواج؟ نعم، هذا سؤال مهم جدا. نعم. السنتين الأولى من حالات الزواج هي أكثر السنوات اللي يمر فيها حالات الطلاق، وهي من أخطر السنوات، حيث كل منهما يحاول معرفة الآخر، يحاول فهم الآخر، حتى وإن كان عادة في السابق أو في قبل مثلا 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة كانوا الفتيات يتزوجن وهن في سن صغيرة، مثلا عمرهم 12 سنة، 13 سنة، 14 سنة، 15 سنة تعتبر كبيرة في العمر عندما تتزوج. هذه الفتاة عندما تزوج باكرا فهي لا تفقه الكثير من أمور الحياة، ولكنها تعيش في كنف أسرة الزوج. نعم. عادة في حجرة داخل بيت الأسرة الكبير، ومن نعم. ومن هنا هذا شيء متعارف عليه جدا. تقوم والدة الزوج بالعناية بها، بتربيتها، بتعليمها بعض الأشياء التي تنقصها التعليم فيها، ولكن في الفترة الحالية اختلف الأمر تماما. نعم. كل الفتيات أو كل الشباب، حتى الشباب أيضا، يريدون أن يتزوجون، ولكن يريدون حياة زوجية مستقرة وبعيدة عن الأسرة. من هنا تنشأ العديد من الخلافات. بعض الفتيات ينقصهن الكثير من الدراية بأمور الزواج وأمور البيت وأمور الحياة الزوجية، كيف تسير أمورها. والشاب أيضا سوف تكون هناك لديه مسؤوليات كثيرة. مثلا العديد من الشباب لهم مثلا بعض الاهتمامات المعينة، مثلا في المساء يخرج مع أصدقائه، في الليل يسهر معهم وغيره، لكن لما يتزوج يلقى نفسه خلاص. صحيح. تحمل مسؤولية، يكون قد المسؤولية. نعم، قد حرم منها بشكل أو بآخر، ولو حتى بشكل اختياري. من هنا تتولد لديه المسؤولية، لديه مسؤولية بأن هناك زوجة عليه أن يحضر لها كل ما يحتاجه المنزل. طبعا يحتاج إلى أعداد فطور، غداء، عشاء. صحيح. يحتاج إلى المرأة أيضا، قد تحتاج إلى الخروج لبعض الزيارات، لبعض المسائل التي هي مهمة بالنسبة للأسرة وللعائلة أيضا. نعم. من هنا تتولد العديد من المشاكل، حيث يحدث هناك نقاشات وحوارات قد تكون محتدة إلى حد ما. نعم. كل طرف يحاول أن يعرف الطرف الآخر بشكل صحيح. هنا عادة عندما يواجه الشخص الطرف الآخر ببعض الكلمات القاسية، قد يعتقد بأنه قالها عن سوء نية، فمن هنا تتولد لديه ردة فعل قوية. صح. ويجيب بطريقة عنيفة ربما. نعم. هناك بعض الأشخاص أيضا، حتى وإن كانوا، أنا أقول حتى وإن كانوا يعرفون أنفسهم قبل الزواج. نعم. هناك الكثير كانوا يعرفون أنفسهم، مثلا الزوج يعرف الزوجة قبل أن يرتبط بها، واختارها تحديدا لأنه رأى فيها زوجة المستقبل وأم لأبنائه، وهي مكملة لحياته في المستقبل، ولكن بعد الزواج يتفاجأ ببعض الأشياء، مثلا يقول إنها عنيدة، يقول بأنها مثلا لم تكن كما كان يراها في السابق. نعم. والزوجة أيضا كانت تراه بشكل، وبعد الزواج رأته بشكل آخر. نعم. من هنا تتولد لديهم هذه المشاكل. أستاذة سويل، ما نحن حكينا على أسباب الطلاق، والطلاق ليش موجود باستمرار بالزيادة في السنوات الأخيرة. بتحكوا على النظرة القاسية للمرأة المطلقة في مجتمعنا الليبي، ليش إن دائما المرأة المطلقة في ليبيا عندها سياج، عندها خطوط ما تقدرش تفوتهم، يعني ما عندهاش حرية في الشغل. صحيح. ما عندهاش حرية أنها تتحمل مسؤولية صغارها، ما عندهاش حرية أنها تسافر. ليش هذه النظرة إلى الآن نحن ما تقبلناش أن المرأة المطلقة في ليبيا هذا قسمة ونصيب وشيء طبيعي يصير بين أي زوجين، وتجربة وانتهت.
نعم صحيح، المجتمع يفرض قيود كبيرة جدا على المرأة، وأنا لاحظتها في مختلف المجتمعات العربية وليس في المجتمع الليبي فقط. هناك العديد من القيود التي تفرض على المرأة، ولكن على المرأة أن تثبت بأنها قادرة على الاستمرار والعمل بكل جدية وبكل ثقة وبكل احترام حتى وإن انفصلت عن زوجها، لأن الانفصال قد لا تكون هي سبب فيه، وإنما قد تكون مظلومة، ظلمت صحيح ببعض الأسباب التي جعلت الزوج يقدم على هذه الخطوة، أو هي تطالب بإجراء هذه الخطوة ألا وهي خطوة الطلاق والحياة في انفصال عن الزوج. نعم، المجتمع يفرض بعض القيود ولكن لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المجتمع أعتقد بأن العديد من العائلات لديهن مطلقات، والعنف يبدأ من الأسرة نفسها التي هي حامية لهذه المطلقة المفترض بها. من المفترض أن المطلقة عندما تطلق، والزوج أيضا، الرجل أيضا عندما يطلق أو يتطلق، يعاني كلاهما من أثار نفسية كبيرة، يعاني من ضغوطات، يعاني من ألم وحسرة، مهما كان كل منهما هو يريد اختيار هذا القرار، إلا أنه في كل الأحوال هو قرار قاسي وقرار محزن ويحز في النفس أيا كان. مع الأيام تخف هذه الآلام وتخف هذه القساوة داخل النفس وقساوة تجاه الآخرين. المجتمع وخاصة الأسرة المحيطة بالرجل والمحيطة بالمرأة عليهم، بدل من أن يكونوا سيف مسلط عليهم بأنهم ينظرون إليهم أو ينظرون للمرأة تحديدا، يعني الرجل لا تكون صحيح هناك، يعني الرجل دائما، هذه النقطة اللي أنا حبيت أوضحها أستاذة سوين، ما الرجل دائما هو عنده بين بالنفس تفكير وأن عنده القدرة يقول لك أنا نتزوج مرة ومرتين وثلاثة، لكن المرأة تحس بنفسها أنها هي ضحية، وتكون حتى فرص الزواج عندها قليلة، يعني خاصة بعد تتزوج في سن صغير. نعم، الزوج صحيح قلت لك، وإن كان يعاني من أثار نفسية لهذا الزواج، لهذا الطلاق عفوا، لكن مع هذا المرأة تتأثر أكثر، لأن المجتمع وخاصة الأسرة الصغيرة، أسرتها مثلا، الوالد والوالدة، الإخوة والأخوات، ربما العم الخال غيرهم إذا كانت موجودة معهم، هنا يبدأون في ممارسة ضغوط عنيفة عليها إلى حد ما، ممكن تكون عنف لفظي، ممكن يكون عنف جسدي أيضا، ممكن يكون عنف معنوي، بحيث مثلا حتى في الكلمات، اختيار بعض الكلمات تكون قاسية إلى حد كبير على المرأة، على المجتمع وعلى الأسرة تحديدا أن تراعي بأنها تمر في ظروف نفسية، بأنها لم تكن أحيانا لم تكن هي السبب في هذا الطلاق، لأنها ربما تكون مظلومة، أو لربما تكون هي من اختار الطلاق لأن الزوج كان لا ينبغي له أن تستمر معه هذه الزوجة، نظرا مثلا لبعض الانحرافات الموجودة عنده، أو مثلا لبعض السلوكيات الغير سوية التي اكتشفتها في الزوج، أو نظرا لبعض مثلا الأزواج يتعاطون المسكرات والمخدرات، فهنا المرأة مهما تحملت فلن تستطيع أن تستمر أكثر، خاصة وإن كانت بدون أبناء أو لديها طفل واحد أو أثنان، فهنا المرأة تخرج من هذه الحياة التي وإن حاولت قدر الإمكان أن هي تصلح منها، لكن لما تجد الأمور مستحيلة هنا تختار الطلاق وبكل حرية. أستاذة سويلمة، بكل اختيار. أستاذة سويلمة، بما أن المرأة هي الأكثر تضررا من الطلاق، كيف تكمل حياتها، أو كيف نقدر نقوله ترجع ثقتها بنفسها من جديد وتبدأ مرحلة جديدة في حياتها؟ نعم، مثل هذا السؤال هو سؤال رائع فعلا. عن المرأة زي ما قلت قبل شوية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صحيح. على المرأة أن تكون من داخلها نابع لديها القوة والرغبة والاختيار في أن تكون امرأة صالحة وسوية في المجتمع. نعم. عليها أن تثبت لنفسها أولا قبل أن تثبت لأسرتها، وقبل أن تثبت للمجتمع الذي هو محيط بها، بأنها قادرة على الاستمرار وقادرة على العطاء
العطاء في حدود ما شرعه الله وفي حدود ما يرضى به المجتمع، ومن هنا سوف تتغير نظرة المجتمع إليها. ثم على المرأة أن تتقي الله عز وجل وتعلم بأن الخير فيما اختاره الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هناك أيضا عليها أن تعلق رجاءها بخالقها، فهو يرزق بغير حساب، لأنها قد يرزقها الله زوجا آخر، ترزق منه بأبناء صالحين بررة. عادة الزوج إذا كان غير سوي فلربما يكون أبناؤه لديهم مثلا بعض الحالات النفسية عندما يشاهدون أباهم يعنف أمهم أو يشاهدون أباهم وهو يرتكب بعض المعاصي، فلربما حتى أبنائها هي أيضا يكونوا متأثرين ومتشبعين بأفكار أبيهم وبحالة أبيهم المزرية. لذلك فلربما يرزقها الله زوجا آخر يكون برا ويكون هاديا وصالحا، ومن ثم ترزق بأبناء صالحين وبررا يبرونها في المستقبل عندما تكون كبيرة ومحتاجة إليهم. هذا شيء، لربما ترزق مثلا باستكمال دراستها، مثلا باختيار فرصة عمل جيدة، لربما تكون أيضا لها حظ أوفر بعد الطلاق بعدما أن رأت مثلا الزواج وبعض المآسي الموجودة فيه، فلربما تقتنع بأن تكمل حياتها بدون زواج، ولكن بهذه الحالة سوف تكون قد اختارت اختيارا سليما. أستاذة سويمة، بنقفوا على هذه النقطة، نحن بننتقله من ناحية قانونية. هل أنت من وجهة نظرك كمحامية حقوقية، هل يوجد حق يضمن حق المرأة المطلقة داخل ليبيا؟ نعم، أنا أتكلم كمحامية. للمرأة الحق في أن تطلب الطلاق في حال تعنت الرجل، للمرأة أن تثبت إن كانت متضررة أن تقول بأنها متضررة، وعليها أن تثبت الضرر، وبذلك المحكمة تحكم لها بالتطليق مع التعويض أيضا. نعم، التعويض ناتج عن هذا الطلاق اللي هي طلبته. عادة الكثير من الناس يقولوا لا، لو المرأة طلبت الطلاق لا فما لهاش أي حق. لا، لما المرأة تثبت بأنها متضررة وتثبت هذا الضرر، المحكمة تحكم بتطليقها وتحكم بالتعويض الناشئ عن الضرر، لأن كل خطأ سبب ضررا يلزم صاحبه بالتعويض. أيضا من حقها حضانة أبنائها إن توفرت فيها شروط الحضانة، من حقها البقاء في بيت زوجية لحضانة أبنائها فيه إن كان له بيت مستقل وخاص به. إن كان البيت لا يملكه هو شخصيا ويملكه شخص آخر، فإن وافق على أن تظل فيه تبقى فيه، وإن لم يوافق فعلى الزوج أن يوفر لها بديل عن ذلك البيت لتقيم فيه هي وأبنائها مدة الحضانة. أيضا بإمكان أيضا القانون يعطيها نفقة عدة خلال الفترة التي تكون فيها عدة من طلاقها، حتى لا تضطر إلى الإنفاق على نفسها أو الخروج للعمل في تلك الفترة التي تكون فيها نفسيتها تعبانة شوية. أيضا من حقها أيضا أجرة حضانة لأبنائها، مثل هذه الحقوق كفلها لها القانون وموجودة في القانون الأحوال الشخصية الليبي. نعم، حنتكلموا أكثر عن الأطفال اللي هم طبعا طرف من هذا الطلاق. ردة فعل الأطفال من الطلاق، كيف الأب أو الأم كيف يتعاملوا مع هذه ردة الفعل، وكيف تكون شكل العلاقة ما بعد الطلاق بين المرأة والرجل؟ نعم، ردة فعل الأطفال كثيرا ما تكون فيها إلى حد كبير نوع من الألم، نوع من القسوة. عادة يظل الأبناء هم محور الضغط على كل طرف، يحاول أن يضغط على الطرف الآخر عن طريق الأبناء. مثلا الزوج يريد أن يأخذ الأبناء ليحرم الأم منهم إضرارا ونكاية فيها، الأم أيضا تريد أن تحرم الأب من رؤية أبنائه نكاية فيه وإضرارا له، وهذا غير صحيح. يعني من المفترض أن يكون كل واحد فيهم يتفاهم بأن الحياة فيما بينهما لن تستمر، وإن استمرت ستستمر ببعض العيوب وبعض المشاكل. لذلك عليهما أن يراعيا مصلحة أبنائهما. أستاذة سويمة، الأبناء سوف يكون
نعم. أستاذة سويل، ما بش نستغل الوقت، في عندنا دقيقة ونص، نبيك توجهي نصائح لكل مرأة مطلقة تعاني داخل ليبيا. نعم، المرأة المطلقة هي امرأة زي أي امرأة في المجتمع، يعني ما فيش أي فرق. هي من داخلها بإمكانها أن تقنع الآخرين بأنها امرأة على قدر من الحرية، على قدر من المسؤولية، على قدر من الاحترام، على قدر من العطاء، وإن كانت مطلقة. الطلاق لا يعني هو نهاية العالم، الطلاق لربما يكون هو بداية حياة جديدة، الحياة قد تكون أجمل وأفضل وأحسن من الحياة التي كانت مقيمة فيها. الطلاق في حد ذاته هو شرع من شريعة الله سبحانه وتعالى، وإن كان أبغض الحلال هو حلال، وإن كان أبغضه عند الله. لكن مع هذا، زي ما قلت الآية اللي كررتها مرتين فيما سبق، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عليها من داخلها أن تنبع هذه القوة، عليها أن تكون قادرة من داخلها وقوية بما يكفي حتى تواجه المجتمع وتواجه نظرة المجتمع القاسية، حتى تنعم بحياة كريمة وتتغير نظرة المجتمع أيضا. نتمنى ذلك. شكرا لك، كل الشكر الأستاذة المحامية سويل مبكر على كل المعلومات اللي قدمتها لنا، أكيد فادت كل امرأة تسمع فينا الآن. شكرا لك. شكرا لك المحامية والحقوقية والإعلامية سويل مبكر على هذا النصائح. إن شاء الله الموضوع يكون هم كل أسرة ليبية، وفعلا المرأة المطلقة كانت مرأة كيف أي مرأة، وما تحتاجش للشفقة ولا تحتاج أن نحن لكي نتصالح مع غيرك أولا تصالح مع ذاتك. كيف نتصالح مع أنفسنا؟ بعد الفاصل مع الأستاذة نورة. خليكم معنا. لكي نصل إلى راحة البال والهدوء النفسي، علينا أن نتصالح مع أنفسنا، وأولها ذاتنا. مع الأستاذة نوارة، صباح الخير. صباح النور. صباح الخير أستاذة نوارة. صباح النور والهنا يا رب. صباح الخير على الجميع، وعلينا كلنا وإن شاء الله نكون متصالحين مع ذاتنا ومع غيرنا عشان نقدر نعيش براحة بال، لأن أهم حاجة في هالدنيا هي راحة البال. أكيد. وراحة البال يعني أكبر سبب لها، وأول سبب وأهم سبب هو أنك تكون متصالح مع ذاتك ومصاحب نفسك. يعني ما فيش إنسان مش متصالح مع ذاته يقدر يتصالح مع الآخر. التصالح مع الذات هو أن نحن نعيش في حالة اتزان مع النفس، مع العقل، مع الروح، ومع العالم الخارجي. يعني مهم جدا أن نكون متوازنين، فالتوازن يعطي راحة وهدوء. وبعدين يعني لما نصالح مع ذاتي نقعد نقدر نعطي، نقدر نتقبل أي شيء، ونقدر التقبل هذا اللي يكون عندي ينعكس على تصرفاتي، على معاملتي مع الغير. فكيف نقدر نتصالح مع ذاتنا؟ أول شيء وأهم شيء في أنك تصالح مع ذاتك أنك تقبل نفسك زي ما هي. أن الواحد لما يتقبل نفسه كيف ما هي يقعد خلاص بعدين يرتاح، مش يجي صب قدام المراية يقعد يقول خشمي مش عارف شنو طولي مش زي ربيع. لا ما عنديش الموضوع. مهم جدا انك انت تقبل نفسك زي ما هي، وتفكر في النعمة اللي عندك. كل انسان عنده شيء يميزه على الناس الثانيين. وطبعا ما نقصدوش ان نحن الانسان لما يتقبل نفسه معناه يكون مغرور، يعني مش شرب عذل الحكاية هذه. تقبل نفسي باني انا ان نعرف شنو الخير اللي جوايا، نشوف الواحد بس يفكر في عظمة الخلق متاعه. الإنسان أعظم خلق في الكون، يعني خلقنا في أحسن صورة، يعني أحسن الواحد يحمد يعني ربه. لما تجي تشوف كل المخلوقات تلاقي الإنسان أفضل المخلوقات هذه كلها. فشوف العقل أعطاه الله لك، شوف القلب كم ينبض نبضة، كيف تغير في الأكسجين، كيف الأكل تاكل فيه، يعني أشياء جميلة في جسم الإنسان وفي عقله وفي تفكيره.
هذه كفيلة بأنها أنت تخليك تفتخر بهالجسم اللي عندك وتحافظ عليه وتشعر بالسعادة لكونك تمتلك هذه الأشياء. صحيح. عيونك، سمعك، هلك، ناسك، يعني كل حاجة، حتى ذات الواحد، هذا كله يخلي ذاتك مرتاحة، وبعدين تقدر تتقبل العيوب اللي عندك. لما أنت تفتخر بكيانك وبشخصيتك وبنفسك، تدور بعدين على شنو العيوب. يعني لما نجي نصبي على المرايه ونقول اعطاني الله سبحانه وتعالى الاشياء الجميله، بس انا سمينه شويه، خلاص سمينه شويه، معناها نمشي نحاول اني نحافظ على جسمي، على صحتي، مش بس على يعني مساله الشكل. فلازم يعني نشوفوا وين الايجابيات اللي عندنا وين السلبيات، بس نخلوا الايجابيه تحول السلبيه. الإنسان لما يكون الطاقة الإيجابية مليتة ويعطيها حتى للناس الآخرين، لما تكون الطاقة السلبية، وطبعا الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية نحن ديما نقوله هذا إنسان متشائم وهذا إنسان متفائل، لما تجمعز مع إنسان متفائل ينقلك السعادة والتفاؤل، وهذه هي الطاقة الإيجابية بكل اختصار يعني. ولذلك ديما نحن نحاولوا أن نكونوا متوازنين، باش تكون الطاقة الإيجابية عندنا عالية، نحتفظ منها ونعطوا منها لغيرنا اللي موجود عندنا. نعم. لازم نشوفوا الأخطاء متاعنا. نعم. نعرف الخطأ ونحاول أني أنا نصلح الخطأ اللي في حق نفسي أو في حق غيري. نعم. إذا كان في حق نفسي نتغلب عليه، وبس ما نحملش نفسي فوق طاقتها. يعني لما مثلا ندير عمل ونفشل فيه، ما نقولش أنا ما ننفعش وأنا اللي خلاص ما عادش نقدر ندير حاجة، لا، نقول أنا فشلت لأسباب، ونحاول اني انا نصلح الاسباب. يعني لان لما تعرف شنو سبب الفشل تتغلب عليه وتحاول انك تحسن منه. ولذلك لما نغلط في حق نفسي ندور وين السبب اللي انا اخطات فيه. لما نغلط في حق الغير نعتذر. ونحاول اني نتصالح معه، لان لو ما تصالحتش مع غيري حنقعد شايل الهم في قلبي، وحتاثر علي وحتاثر على جسمي، وحتاثر السكر مع الضغط ومع القولون. هذا كله يكب على العامل النفسي. طبعا اغلب امراضنا اللي قاعده مزمنه ومتمشين معها كلها اسبابها نفسيه، واسبابها عدم التسامح، وأولها عدم التسامح مع النفس. يعني لما ما تسامحش نفسك كيف تقدر تسامح الناس الآخرين؟ أستاذة نوارة، هل عاداتنا تأثر على تصالحنا مع الذات؟ أكيد طبعا، العادات اللي اليومية. نعم. العادات اليومية اللي نحن نقوم بها تأثر بالتأكيد. يعني الإنسان اللي ينوض متأخر ويرقد متأخر وينوض زعلان وينوض جسمه منهك وتعبان، بالتأكيد هالإنسان هذا حيكون طول اليوم وهو زعلان، وطول اليوم هو يبث الطاقة السلبية الغيرة. والإنسان اللي يقعد ديما يشكي ويتذمر وأنا سمين، أنا قصير، أنا طويل، أنا مدرت هذه، مش كويس، ولا أنا فاشل، أنا ما قدرتش نشتغل كويس، أنا ما حصلتش فلوس، أنا ما عنديش سيارة، شكرا. الأشياء هذين كلهن يأثرن في الإنسان. الأكل، تخيل حتى الأكل ممكن يأثر. يعني تو لما تجي تاكل وكلة دهان ومش كويسة، أو أغلب الناس اللي مثلا يأكلوا يوميا برا، مش معناه أنه ما يعديش مثلا مطعم وكلا، في مطاعم السريعة ذينا يعني مضرة أنك تأخذها كل يوم كل يوم. نعم. فتزعل وتقول أنا شن درت في روحي ولي شك، وحتقعد تعبان وحيرقى الكوليسترول. فهذين يعني شيئين من الأشياء اللي مش كويسات. الحاجة الأخرى أني أنا لما نقعد اللوم في الناس، كل حاجة يديروها الناس نقعد نلوم، ولا الأخطاء نحطهن على غيري. صح. نقعد ندور بس في شماعة نعلق عليها الغلط متاعي. لما يقعدوا الناس مثلا ينتقدوا فيا يصاب بالإحباط. لا، خل معليش، يعني انا ما فيش انسان طبعا يدير في حاجه وما عنده حاجه مضبوطه يعني عجبته، لكن كيف نعرف الاخطاء اللي انا ندير فيهن؟ نعرفهن من اقرب الناس ليا، من اصدقائي. لما ينتقدوني يقولوا ما نزعلش، يعني لما حبيبي قريب مني اللي يفهمني اللي يود لي الخير يقول لي عليه خطا انا درته، هذه نفرح بها ونحاول اني فعلا نوزنها، بس مش معناها انها يعني تخليني تدمرني وتحطمني. لا، صح. فيه مثل صيني يقول
ان ما تقدرش تمنع طيور الشؤم او الظلام انها تلف فوق راسك، بس تقدر تمنحها انها تعشش في راسك. صح، انت تتحكم في نفسك. طبعا تتحكم في النفس، وما نخليش الشيء اللي يدمرني يوصل فيا. نعم. لان كل شيء ينبع من داخلي. نعم. زي ما المشكله تكون داخلي، حتى الحل يكون من الداخل، من داخل الانسان نفسه. نعم. فهذه الاشياء اللي لازم انا ان نحاولوا ان نحن نتفادوهن. هل يؤثر استاذ نوار، هل يؤثر الاخرون في درجه تصرحنا مع ذاتنا؟ اكيد طبعا ياثروا، وهذه اللي تو قلنا ممكن يقعدوا الطيور يلفن على روسنا، لكن ما نخليهنش يعشن فيا، ما نخليش الغير هو اللي يتحكم فيا. لا، ديما نقولوا كن انت كيف ما انت، كن نفسك، ما تكونش الاخرين. ما نقعدش بس ندور اني انا نرضي الناس الاخرين وندمر في نفسي. مستحيل فاقد الشيء لا يعطيه. يعني لما نكون انا ما عنديش الرغبه في النجاح، وما عنديش الرغبه في التصالح مع ذاتي ومع غيري، ما عنديش الرغبه في اني انا نكون سعيد ومبسوط، مستحيل نقدر نسعد الناس الاخرين. فاول شيء ان الانسان يكون مرتاح البال، سعيد مبسوط، باش يقدر يسعد الناس الاخرين. وهذه حاجه من حاجات التصالح مع النفس، من فوائد نتاعها انك انت تشعر بالسعاده، انك انت تكون مرن في تقبل الاشياء اللي تصير، وتقدر تغيرها، تقدر تحافظ عليها. يعني كل شيء زي ما قلنا ينبع من داخلك، ما تخليش الغير ان هم يحطموك، بس ما هذا ما يمنعش انك تستفيد من اراء الناس. واذا كان الانسان ما عندهش جمال، يعني ديما نقولوا كن جميلا ترى الوجود جميلا. يعني فعلا، يعني فاذا كان الانسان ما عندهش جمال داخله، فكيف يشوف جمال الروح، جمال الناس الاخرين؟ يعني لما تجي تشوف مثلا اثنين مجمعزين على شط البحر، واحد يقول الله ما احلى البحر ومكبره وشوف الزرقاء وشوف الشمس، والاخر يقول البحر غدار، والبحر اللي يمشي فيه مسكين، وشوف الموج نتاعه ممكن تكسر اقوى سفينه. حط كل هو نفس البحر رمى كل هم مع البحر. لما تمشي مثلا تخش المكان مثلا هوتيل او مطعم، واحد يقول الله ما احلى الالوان اللي فيه، وشوف الانتيكة هذه، وشوف الطريق، والاخر يقول لا ذيك هوتيل شين، وشوف الناس كيف دايرين. هو نفس المكان، لكن داخلك يعكس عليك شنو، كيف ترى الناس الاخرين، وكيف ترى الكون من حواليك. في ناس عبير استاذ نوارة، يعني عارفين، يعني شايفين فيك شيء حلو وشيء ايجابي، لا بس كيف ما انت قلتي انه يحطوك، يقول لك لا الشيء هذا مش حلو، ما مش لايق عليك. لما نكون انا باني نفسي كويس ومتمكن وعندي ثقه مهمة. وطبعا الثقه اهم شيء لتقبل، اهم شيء للثقه في النفس هو تقبل الذات. يعني لما انت تقبل ذاتك تكون فعلا خلاص قوي ومحدش ياثر فيك. وفيه شاعر ايليا ابو ماضي يقول والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. أكيد. يعني فشوف انت كيف، إن لازم تكون انت داخلك الجمال. ولازم ان نخلو ارواحنا، يعني مش نخدموا الغير بس، لا نخدموا الوجود كله، نخدموا الكون. جميل جدا انك انت لما تخدم الناس، ولما تقوم باعمال اجتماعيه واعمال وطنيه تحس بالسعاده. اكيد تحس، يعني كل ما تعطي، تو في ناس لما يعطي صدقه ما يبيش حد يعرفها. صح. لان هو يبي يعيش السعاده، لان هو تخلق داخله سعاده. فهنا الاساس اللي هو الحقيقي، انك انت لا ما تديرش حاجه من اجل بس انك تسعد الاخرين، ومن اجل بس انك انت تكون عايش للناس. عيش حياتك وعيش نفسك عشان تقدر تعيش للناس. تو في صوره نشوف فيها من بدري، اللي هي القطوسه اللي والله تشوف القطوسه اللي تشوف في روحها في المرايه أسد. يعني تخيل، يعني هذه الاسد داخلها، القوه داخل منها. يعني
فكل انسان فعلا والله انا قبل اسالك على يعني هذه تعبر اصلا صوره بروح على ثقه الشخص في نفسه يعني فعلا يعني كل ما كنت عندك ثقه كل ما كان احساسك يكون جميل. وكيف تقدر تحصل الثقه في نفسك؟ الثقه تقدر تحصلها بانك انت تثقف نفسك. صح. يعني الانسان كل ما تثقف وعرف ثقافات الاخرين وعرف الحضارات وتعلم حيكون اقوى ويكون مرتاح ويعرف كيف يتعامل مع الناس ويعرف كيف يتعامل مع نفسه ويعرف كيف يحب الاخرين وكيف يتعامل ببساطه لانه هو اصلا مليان. ما يهمش انه هو شنو بيقولوا علي الناس، لا يهمه انه هو شنو يعطي للناس، يهمه انه هو شنو يقدر يدير من اجل الاخرين، لاجله هو ولاجل غيره. فجميل انك انت تتعلم وتبعد الخرافات على ذهنك وعلى حياتك، ولان الخرافه تحطم صاحبها. يعني لما نعيش في اوهام ونعيش في شيء ما نقدرش نديره فهذه صعبه. ومهم جدا انك انت ما تديرش حاجه ما تقدرش عليها. نعم. يعني ديما الانسان يبدا شويه شويه خطوة. لما نقدر ندير حاجه نبدا فيها نكمل المرحله الاولى نمشي للمرحله الثانيه، ما ننطش فوق دغري وبعدين ما يصيرش منها ونشعر بالاحباط وبالفشل وبالهزيمه. لا نحاول اني انا اول ندير اللي نقدر عليها وبعد ما نمشي الخطوة الأولى نشوف الخطوة الثانية اللي بعدها، وهذا نسمو فيه الهرم، يعني اللي هو أنك أنت تكون قاعدة صح وقاعدة واثقة وتقدر توقف عليها وتقدر تمشي بعدها شوية شوية بحيث أنك أنت تستمر في الحياة. أستاذة نوارة مازلنا دقيقة ونأخذ فاصل، آخر حاجة حابة تقوليها؟ حابة نقول يعني أنا مقولة قريتها وعجبتني بصراحة، اللي هو الإنسان نشبهها زي النهر، النهر الحلو المية الحلوة اللي تصب في البحر. عارف النهر هذا انه مش مهمته انه هو يحلي مية البحر، لكن مهمته انه هو يسقي الارض اللي مر عليها عشان تنمو عشان تزدهر عشان تخضر عشان تكون حلوه. صح. شكرا لك استاذ نواره، شكرا لك على كلامك الطيب وعلى مواضيعك وعلى الصور اللي فعلا معبره ورابطه الموضوع اللي تحكي لنا فيه. شكرا لكم، وان شاء الله ديما تشوفوا الدنيا حلوه ان شاء الله يا رب، مش فعلا تكون حلوه ان شاء الله. شكرا لك. من اساسيات الشخص الناجح ممارسة الرياضة طبعا نظرا لفوائدها المتعددة. حنكون بعد الفاصل مع الرياضة، ونذكركم بإيميل البرنامج الصبح @218tv.net. فاصل وراجعين. الرياضة شيء مهم في يومياتنا للحفاظ على صحتنا وحتى تكون عندنا صحة أكيد جيدة. مع الكابتن محمد الصباغ، صباح الخير. صباح الخير، صباح الخير عليكم. صباح الخير كابتن محمد، اشتقنا لك في برنامج الصباح. أهلا فيك. تمام، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ شو مجهز لنا اليوم؟ اليوم صراحة موضوعنا عن النوم بشكل عام. نعم. لانه يعني في كثير ناس بفكر انه النوم عادي انه مش مهم. نعم. او انه ممكن يعمل انه يتفادى انه اذا نام له 3-4 ساعات ما في مشكله. بنكتب فوائده بالضبط، فوائد النوم صراحه. نعم. هلا في كثير ناس بتتجاهل النوم، بس بتحكي لك انه مثلا انا بنام 3-4 ساعات بس بصحى ثاني يوم اني كثير نشيط وعادي ولا كانه في شيء، بس ممكن يبين اثار عدم النوم لفترات طويله. ايوه. انه بعد يعني بفترات يعني. نعم. بعد 10 سنين او بعد 15 سنه ممكن يبين عليه التعب، الارق. صح. التوتر، هاي الاشياء الاعراض كلها بتبين بس بعد وقت متاخر. هلا ممكن في ناس بتحكي لك انه لا انا مثلا بنام بس 4 أو 5 ساعات كل يوم بس بصحى متفائل بصحى نشيط. بس هذا الحكي ممكن غلط، ممكن هو يشوفه صح بس ممكن هو يكون غلط، لانه بعد مده طويله شوي بين عليه شوي شوي هاي الاعراض. نعم. به علاقته بالرياضه النوم؟
علاقته بالرياضة هلا كل ما واحد يلعب مثلا ايش مكان لعب الرياضة تمام لازم ينام من 7 إلى 8 ساعات هذا المتعارف عليه يعني المتعارف عدد ساعات عليه. النوم بالضبط. في ناس ساعات. هلا يعني في ناس بتبذل جهد اكثر زي اللي بيشتغلوا مثلا في منهم بيشتغلوا 12 ساعة باليوم هذا بيحتاج الى 9 أو 10 ساعات لانه مش زي اي حدا او زي اي حدا ممكن يلعب رياضه لمده ساعتين ممكن يكون عنده شغل زايد فانه يحتاج انه ينام انه 9 أو 10 ساعات والاكل كثير مهم بهاي المهمه لانه اذا ما اعطى الجسم البروتين الكافي للجسم ممكن ياثر بشكل سلبي على الجسم لازم ياكل صح وينام صح عشان التعب اللي بيبذله ياخذ منه بروتين يعني علاقه النوم بنمو العضلات يا محمد هلا في هرمون تستوستيرون هو هذا كثير مهم بافراز العضلات هذا كيف بيصير اذا الواحد قبل ما ينام مثلا اذا بيكون بيلعب فتره ساعه ونص او ساعتين في الجيم او في النادي او اي مكان ثاني لازم ياخذ الهرمون المضبوط قبل ما ينام تمام عشان لما ينام يعني ينام 8 الى 9 ساعات بصير يمتص الجسم بروتين عالي فإنه بيساعد على بناء العضلات شوي شوي طيب كابتن في من الناس إن هي تنام بس لفترات متقطعة يعني ينام ويصحى ينام ويصحى ليش السبب؟ هلأ ممكن هذا يكون على حسب شغله حسب هو نظامه كيف بس هذا الإشي كتير غلط هذا التصرف يعني لو الواحد يحاول مثلا يشتغل في النهار وينام في الليل لساعات طويلة ممكن هذا يسبب تعب أرق توتر إصابات ما بتعرف لأنه ممكن هو يضله يعني تركيز ما فيش تركيز يعني ممكن ينام ساعات متقطعة يرجع ينام يرجع يصحى فيصير عنده تلخبط بال طيب هل تساعد الرياضة نحن نتخلصوا من حاجة زي هيك ولا يعني أكيد الرياضة دائما مهمة بحياتنا زي ما بتعرفي وكثير هي يعني إلها شغل كبير بالأجسام بس لازم على كل واحد بيدير تمارين أو ممكن شغل لازم ينام مدة 8 إلى 9 ساعات بما 8 إلى 9 ساعات 8 إلى 9 ساعات أنت ذكرت أن في أشخاص مثلا 4 ساعات ويمشوا العمل أو يمشوا للترين يعني يديروا تمارين ويكونوا مرهقين شنو النصائح يا محمد اللي انت توجهها لهم هؤلاء اللي يمارسوا في الرياضه ويمشوا للجيم ولازم يناموا ساعات مناسبه هلا في ناس زي ما حكيت لك ممكن يحكوا لك انا انه مثلا بنام لي بس 5 أو 6 ساعات بس بروح الشغل بروح بعدها الجيم بس ممكن اذا راح الجيم ما يكونش في طاقه عنده ليش لانه ما نام الوقت اللي لازم يعني ينامه اللي هو 7 أو 8 ساعات لانه ما فيش طاقه ممكن لما يلعب بالجيم يكون مرهق وتعبان ومثلا مش راح يقدر يشيل اوزان مش راح يقدر يركض مش راح يقدر يعني فانه يعني بتاثر عليه بشكل سلبي لازم في ناس بتحكي لك انه انا ما عندي وقت مثلا اني انام بس الواحد لازم اقل شيء ينام من 7 إلى 8 ساعات عشان يساعد نمو العضلات تمام يكون عنده في طاقه يكون وهو ترى له عامل كبير بالذكاء يعني عشان لما الشخص ينام ما عقل بيضله شغال مش انه خلاص يعني طيب كابتن في بعض المهن تطلب ان الواحد يسهر يعني طول الليل وما فيش نوم يعني زي مثلا الممرضات اللي موجودات في الصيدليات الى غير ذلك كيف يقدروا يعوضوا هذه ساعات النوم يعني يعوضوها بالنهار بس هو يعني قد ما كان ما بيتعوض بشكل صحيح زي لما يتعوض بالليل بس هي هي مجبورة انه تصحى يعني تضلها لساعات تأخر بالليل بس ممكن تعوضه بالنهار انه تنام كمان فترات صحيحة ما تكون فترات متقطعة زي ما حكينا وتكون 8 ساعات نفس الشيء 8 ساعات بس بالنهار بس كمان ما بقدر احكي انه هو صحيح 100% بالنهار كمان انه ينام لانه في بيصير تقلب فهمت علي فانه هذا بيأثر كمان بس الواحد يعني يحاول قد ما كان انه ينام بالليل في ناس كثير بتأثر عليها السهر زي ما حكيت لك السهر ممكن يأثر بعد فترات طويلة الساعة كم مثلا الرياضي اللي محافظ عليه صحته وعلى التمارين يعني الساعة كم الفترة اللي لازم ينام فيها يعني من الساعة 11 أو 12 للساعة 8 7 أو 9
الوقت المثالي يعني. شكرا لك شكراً محمد صبغ علي المعلومات، ونحن تمنينا انك تدير لنا رياضه ان شاء الله في الحلقه الجايه. ان شاء الله يومك سعيد ان شاء الله. شكرا. فنان ليبي من عروس البحر طرابلس حيكون معنا عبر الدي تي ال بعد قليل، وحن طبعا نذكره ب ايميلنا على صفحتنا الصبح @218tv.net/. فنان شاب يتميز بصوت وأداء مميز، عازف على العديد من الآلات الموسيقية. قبل ما نعرف من فناننا خلونا نشوف هذا التقرير لنعود. الفنان الليبي محمد الشماخي من العاصمة طرابلس بدأ مسيرته الغنائية كعازف، وبعدها التحق بالغناء، ترك علامة مؤثرة عند جمهوره الليبي بأغانيه الجميلة والمميزة. الشماخي شارك في العديد من الحفلات والمناسبات في عديد من المدن الليبية، غنى للحبيبة وغنى للوطن وأيضا غنى للمنتخب. من أبرز أغاني التي حبها الجمهور تعيشي حرة يا بلادي، تعيشي حرة يا بلادي، حرة يا بلادي، افتخري بأحلى أعيادي، حرة يا بلادي، ومنتخبنا يا غالي، وخداعة، وهذوم فرسانك يا بلادي، وعديد من الأغاني المنوعة التي تركت بصمة مميزة في الساحة الغنائية الليبية. هذوم فرسانك يا بلادي لعيبة وسط الميدان، هذوم فرسانك يا بلادي لعيبة وسط الميدان، بالوطن ضاوي ضياني رول الحاضر عنوان. من برنامج الصبح ندعو لك بالتوفيق الفنان الليبي المميز محمد الشماخي. نرحبوا عبر الدي تي ال يا عبير بالفنان المميز محمد الشماخي من العروس البحر طرابلس. صباح الخير. يا صباح الخير اخوي العظيم. صباح الخير اختي عبير. صباح الخير واهلا وسهلا ان شاء الله. كيف اهلا وسهلا بكم ونهاركم سعيد مبارك ان شاء الله. ان شاء الله. محمد الشماخي، اول شيء قدمنا لك هذا التقرير يعني شيء بسيط يعني في حقك، لانك انت من الشباب ومن الفنانين الليبيين اللي اشتغلت على روحك وقدمت العديد من الاغاني اللي حبها جمهور الليبي. الفنان محمد اعمالي. نعم تفضل. نسمع فيكم. اعمالي طبعا اخر اعمالي كانت هي على المنتخب الليبي، ابرزها عمل منتخبنا يا غالي. طبعا العمل هذا توجنا به بكاس افريقيا، وكانت لي حتى اعمال على الثوره زي ما، والحق التقرير اللي درتوه ما شاء الله يعني ما قصرتوا في شيء يعني. قلت لك هذا شيء بسيط يعني. الفنان محمد بدايتك كانت بالعزف، كيف انتقلت من العزف الى الغناء؟ بدايتي طبعا كنت نقرا في مدرسه يعني، تعلمت في مدرسه وطورت نفسي بعدها في 2007. الحق انا وقفت بعد الاعدادي وليت في 2007 وما كنتش الحق نغني، لكن في الثوره اول عام اللي درتها ليبيا 17 فبراير، وبعدها غنيت درت البوم عاطفي، وبعدها غنيت للمنتخب الليبي. نعم بمحمد اغنيه خداعه هذه اللي دارت ضجه كي في طرابلس في عديد من مدن ليبيا. هيك سمعنا كي تسريبات ان خداعه كلماتها كانت يعني عن تجربه مرت لصديقك يعني كتبت للاغنيه هذه. والله شوف نقول لك، هي تجربه الحق لصديقي صح؟ نعم. لك مسني يا ربيع الحق انت ماش خل طلب منك يعني فعلا هو صديقي تعرف انت من هو يا مع ربيع مسلاتي محمد عيد اكيد. نعم نوجه له تحيه طبعا. كان صادق، كان
أكيد نوجه لها تحية أكيد. نعم. تعتبر يا محمد أنت من الفنانين اللي غنى المنتخب الليبي، غنيت منتخبنا يا غالي، غنيت هضم فرسانك يا بلادي، ولاقت إعجاب يعني من الجمهور يعني اللي يحب كرة القدم في ليبيا. كيف أنت تلقيت يعني هذا الإعجاب؟ من عند الله. نعم تفضل. وقيد رضا الوالدين، وأكيد ثاني حاجة يعني من تشجيع الناس ليا، وطبعا ورابع شيء كده من حب للكرة هو اللي خلاني إن أنا نغني للمنتخب، والحمد لله يعني بنية وبقلب قدرنا يعني نحرز كأس أفريقيا. وطبعا هذا يرجع حتى للاعبين لأنهم يعني ما قصروش ما شاء الله عليهم في هذيك الفترة، والحمد لله يعني عامل المنتخب يا غالي هذا كسب يعني شو بنقول لك يعني جمهور هلبة في ليبيا ويعني يسمعوا فيه يعني من الشرق للغرب، وكانت فرحة لي أنا كبيرة الحق. الفنان محمد، هل تشوف نفسك في الأغاني الوطنية أكثر أو الأغاني العاطفية؟ ومن هي الأسماء من الملحنين والشعراء اللي حاب تتعاون معهم إن شاء الله؟ أسماء الشاعرين طبعا وجه تحية للشاعر أحمد السايح والشاعر محمد قشوط والشاعر فارس مشوط، طبعا هادو اللي كانوا يكتبوا لي، والملحنين طبعا كل الحاني كلها للغلبيه يعني من تلحين يناء ومن غناي طبعا. بمحمد نحن نبغى نستغله ما نبوش الوقت يسرقناك ومطمعين شويه نوع عبير، شنو بتسمعنا في برنامج الصبح؟ شنو مجهز لنا؟ طبعا قبل كل شيء نبغى نترحموا طبعا اكيد نترحموا على الشهداء زليطن الله يرحمه وعلى الشهداء كل شهداء ليبيا. نعم. وان شاء الله يعني ليبيا يعني تكون افضل منك واحسن منك ان شاء الله لما تجي ان شاء الله. نعم. طبعا هذا العمل هذا نهديه لصديقي محمد عيد، هو قاعد في مصر الحق، هو فنان غني على التعريف وكان يغني في ليبيا هنا لكن هو تو في مصر، والعمل هذا من كلماته هو وحب ان نغنيه اليوم. تمام. يعني مش ما تهديش لي نوع عبير هيك يعني بخل على الهواء. لا اكيد حتى انت خير ابي ما ننسوكش حبيبي كيف حالك. تمام. بعد غيبة سنين راجع بالشوق والحنين، بعد غيبة سنين راجع بالشوق والحنين، مشتاق لك يا بلادي يا بلادي. بعد غيبة سنين راجع بالشوق والحنين، بعد غيبة سنين راجع بالشوق والحنين، مشتاق لك يا بلادي يا بلادي. جاي نهني هاليوم الأم الليبية اللي ضحت بولادها من أجل الحرية، جاي نهني هاليوم الأم الليبية اللي ضحت بولادها من أجل الحرية. بعد غيبة سنين راجع بالشوق والحنين، مشتاق لك يا بلادي يا بلادي. استحشتك يا بلادي هي أرض أجدادي، استحشتك والموت عليك من قلبي فؤادي، استحشتك يا بلادي هي أرض أجدادي، استحشتك والموت عليك من قلبي فؤادي. بعد غيبة سنين راجع بالشوق والحنين، مشتاق لك يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي. إن شاء الله عجبتكم. شكرا لك. الله يعافيك.
الله عليك الله شكرا عليك لك محمد طبعا كل فعلا مشتاقين لليبيا ومشتاقين لترابها ومشتاقين لعروس الحنبي محمد هيك طماعين برضو عادل حتطلب منك قلت ان شاء الله نسمع كل الاخبار الطيبه ان شاء الله يا رب على بلادنا نعم. نبو نسمع طبعا حاجه منك ثاني ان شاء الله وتتمنى انك انت تدير ديو مع اي فنان ليبي او عربي والله نتمنى اكيد ان شاء الله عندي عمل عن القريب ان شاء الله في مصر انا والفنان محمد عيد نعم. وقاعدين نسجلوا قاعدين نوتوا فيه قصدي ان شاء الله موفقين ان شاء الله ومن الحال هنا ومن كلمته هو محمد انا نحب نسمعك طلب صغير نحب نسمع من طلباتك واجد يا ربيع دهشوك شويه محمد تعبوك معنا هز الشوك طبعا هي دريمها الباك نتاع برنامج الصبح بس نبغى نسمعها بصوتك انت طبعا تفضل باهي العام اللي فات هديناه لمحمد العيد العمل هو نهدي الانسان عزيز عليا وغالي عليا هلبا هو اكيد يتابع فيا توا وان شاء الله يعني نال اعجاب ان شاء الله في غيابك حالي حال والله مشغول البال في بعدك علي محال ارجع يا حبيبي تعال غيابك حالي حال والله مشغول البال في بعدك علي محال ارجع يا حبيبي تعال سهران على شط البحر سهران نشكي للقمر سهران على شط البحر سهران نشكي للقمر نشكي للقمر حبيبي عدى وهجر لو طال به السفر نستنى طول العمر نشكي للقمر حبيبي عدى وهجر لو طال به السفر نستنى طول العمر سهران على شط البحر سهران نشكي للقمر سهران على شط البحر سهران نشكي للقمر نور يا ربي الله ينور عليك يا ربي في غيابك حالي حال والله مشغول البال في بعدك علي محال يا ربيع ابعدي حبيبي تعال في غيابك حالي حال والله مشغول البال في بعدك علي محال ارجع يا حبيبي تعال سهران على شط البحر سهران نشكي للقمر سهران على شط البحر سهران نشكي للقمر تحية لك يا ربيع جميل يعطيك الصحة إن شاء الله الله عليك تحية للعبير أكيد زهرة البرنامج الصباح الله يخليك بما محمد نعم ربي يحفظك محمد في ألبوم حيطرح قريب إن شاء الله والله طبعا العمل اللي سمعتوه هذا هو هذا من ضمن الالبوم الجديد يعني حصري يعني انت غنيتها حصري على شاشة 218 يعني نشكروك الحق نزلت على الفيس درت منها دعايه بسيطه يعني مش بس اول قناه ليبيه يعني ان شاء الله غنيت فيها دي اكيد لا هو الحق اول قناه صح مظبوط شكرا لك يعني الفنان نعم الفنان محمد طبعا لكل فنان يحتاج دعم حتى ينشر صوته اكثر داخليا وخارجيا طبعا دعم وزاره الثقافه والشباب للفنانين كيف تشوفها او شن تعليقك
بالنسبه لي انا الحق لتوا كل ضمن اعمالي كلها اللي شفتها هذه كلها من مجهودي الخاص. الدعم ما يدعم فيه احد الحمد لله. يعني انا الدعم اللي نكسب فيه نكسب فيه من الناس، تشجيع الناس ليا، الوالده اللي عندي مش مقصره معي، ربي يحفظها لك ان شاء الله، شباب منطقتي يعني ما نكذبش عليك يعني كلهم واقفين معي يعني الشباب. يعني هذا هو الدعم انا الرسمي لي. محمد كي لاحظنا ما شاء الله تنقلاتك من عديد مدن ليبيا وحفلاتك اللي باستمرار وطلب الجمهور انك تكون في عديد من المدن، هل في مدينه معينه حتكون فيها قريب ان شاء الله تحيي فيها حفله؟ والله توا ما نكذبش عليك ربيع توا في الوقت هذا يعني البلاد مازال شويه شو بنقول لك يعني من اللي صار يعني الموضوع الاخير اللي صار في زليط وطبعا اكيد نرحب على شهداهم طبعا باذن الله ممكن ان شاء الله يعني الفتره الجايه مرات يعني تكون يعني في 17 فبراير يعني حيكون في احتفالات ان شاء الله وتكون احسن السنه هذه احسن من السنه اللي ان شاء الله ان شاء الله اللي قبل ان شاء الله. عندك شيء مميز حابب تقدمه ان شاء الله في 17 فبراير؟ 17 فبراير والله عندي العمل اهوات نتاع الغربه هذا اللي هدته لمحمد عيد ممكن بنسجله يعني بندير دويت انا ومحمد عيد يعني بالليبي هو بالمصري ممكن الفتره الجايه. بمحمد ممكن هيك نسمعوا منك خداعه؟ ما عنديش مشكله ربيع انت عارف تحب هلبا الاغنيه مع اليوم اللي عرفتك فين وانتي يجي لك يوم قدري تعرفين. انا نادم مع اليوم اللي عرفتك فين وانتي يجي لك يوم قدري تعرفين. خداعة يا ويلك والله مني خداعة ما في يوم حتتهني خداعة يا ويلك والله مني خداعة. طبعا مش انت يا ربيع ولا انت يا حبيب. قلبي مش لعبة حلوة تلعبي بيه تلعبي وفي أي لحظة تحبي ترميه. قلبي مش لعبة حلوة تلعبي بيه تلعبي وفي أي لحظة تحبي ترمي. خداعة يا ويلك والله مني خداعة ما في يوم حتتهني خداعة يا ويلك والله مني خداعة ما في يوم حتتهني خداعة. جميل الله عليك. شكرا لك الفنان الراقي محمد الشماخي علي وجودك معنا واطلالتك الحلوه وصوتك الحلو. اكيد بوجودكم انت الله يخليك. شكرا لك ونتمنى لك كل التوفيق يا رب. شكرا لك يا رب ان شاء الله وحنكون متابعين. طبعا نوجه تحيه. نعم تفضل. ختمتوا ولا لا؟ تفضل تفضل تفضل. طبعا نوجه تحيه لكل من وقف معي الحق في بدايتي. نوجه تحيه لكل الفنانين، الفنان سراج المصراتي، الفنان علي رياني، الفنان محمد عيد اكيد، ومحمد قنبره حتى هو نوجه له تحيه. ان شاء الله كنت اليوم يعني خفيف الظل عليكم. لا اكيد امتعتنا بصراحه. شكرا لك. وان شاء الله بلادنا نشوفوها احسن منك ان شاء الله. وان شاء الله نتحدوا لا مؤتمر ولا برلمان، نبوا نكونوا كنا يد واحده ليبيا باستجمعنا وعلى الخير ان شاء الله. على خير. شكرا لك الفنان الراقي محمد الشماخي على وجودك وعلى اطلالتك وعلى صوتك الرائع من العاصمه الحبيبه طرابلس. طبعا نذكروا بايميل برنامجنا الصبح @218tv.net
تقدروا تبعثونا كل مقترحاتكم، أي حد عنده قضية أسرية اجتماعية خدماتية يبعثها على برنامج الصبح يا عبير. وزي ما قال الفنان الشاب محمد الشماخ، ليبيا إن شاء الله يا رب تجمعنا، وبإذن الله حتجمع، نكونوا يد واحدة يا عبير. وفعلا برنامج الصبح إن شاء الله حيكون فيه تجدد وفيه فقرات بإذن الله حتكون متنوعة إن شاء الله في الحلقات القادمة، وبالفن وبالتراث الليبي كيف قال محمد الشماخي، نحن لازم نحطوا يدينا في يدين بعضنا ونكونوا يد واحدة، وتكون كلمتنا هي ليبيا ليبيا ليبيا، وليبيا واحدة لا شرقية لا غربية، ليبيا واحدة وطنية يا عبير. إن شاء الله حنشتاق لك لعند الصبح. شكرا يا ربي، شكرا لك، شكرا لك. انتهت حلقتنا أكيد، تحية لكل الزملاء ولكل فريق العمل على كل المجهودات، نشكرك ربيع ونشكر كل من شاهد حلقة الصبح على قناة 218، نتمنى لكم بقية أوقات ممتعة مع قناة 218، ونشكر طبعا كل طاقم قناة 218، نشكر طبعا معدة البروديوسر خلود الزوي، نشكر كل من قام على نجاح هذه الحلقة، وكل من كان معنا موجود، ومخرجنا أكيد المبدع، وكل مصورينا. على اللقاء بكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج الصبح. ما تنسوش إيميل البرنامج صبح @218tv.net. تخليكم معنا الأسبوع القادم يوم الجمعة الساعة 10 الصبح إن شاء الله في صباح جديد. شكرا.